أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من تقرير لصحيفة المدى تقول فيه: يرجح ألا يتمكن العراق من تأجيل الشروط الأمريكية المفروضة على تحويلات الدولار إلى الخارج في وقت اعترف فيه رئيس الوزراء لأول مرة بحدوث عمليات تهريب إلى الخارج. ويفترض أن يزور وفد عراقي رفيع واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة الدولار، فيما بدأت الإدارة الجديدة للبنك المركزي بمنح ما يقارب 1 مليون شخص أجنبي يعمل في العراق الدولار، إضافة إلى تبسيط متطلبات الحصول على العملة الصعبة. وارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار إلى ما فوق 100 مليون دولار، فيما كانت المبيعات في الأيام الماضية قد سجلت أقل من 25 مليون دولار يوميا، مقارنة بأكثر من 200 مليون دولار يوميا العام الماضي. يقول مصدر سياسي مطلع في حديث للمدى إن الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على وقف تهريب الدولار، وقد لا ترضى بتأجيل يوم واحد على تطبيق الشروط التي فرضتها. وبدأ البنك الفيدرالي الأمريكي قبل أكثر من شهر بإنشاء منصة إلكترونية داخل البنك المركزي العراقي لمراقبة التحويلات الخارجية وتدقيق فواتير الاستيراد. وبحسب المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، فإنه على الرغم من تطبيق المنصة ودخول نحو 20 مصرفاً أهلياً من أصل أكثر من 80 مصرفاً، إلا أن بعض المصارف استمرت في عمليات التهريب، لكن المنصة اكتشفتها. ويحاول العراق بحسب المصدر أن يؤجل العمل بالمنصة الجديدة عدة أشهر على الأقل لشهر حزيران المقبل. ويضيف: العراق يتذرع بأن الدخول في المنصة يتطلب الحصول على أجهزة متطورة وتدريب كوادر على تلك الأجهزة، وهو يحتاج لبعض الوقت. أفاد تقرير أمريكي بأن أداء الحكومة العراقية خلال 100 يوم الماضية لم يكن مرضياً، مشيراً إلى خططها على المستوى الاقتصادي بأنها غير مقنعة، داعياً المجتمع الدولي للضغط من أجل تنفيذ الالتزام بإجراء الانتخابات المبكرة. وتناول تقرير لمعهد دراسات الشرق الأوسط في واشنطن تقييماً لفترة 100 يوم الأولى من حكومة العراق الجديدة، مشيراً إلى أنها قد تركت في المدة الماضية خلال توليها المسؤولية مؤشرات تحذير لما قد تشهده البلاد مستقبلا. وذكر التقرير أن الحكومة ورغم أنها ما تزال في أيامها المبكرة، فإن أفعالها قد ضلت كثيرا عن الوعود التي أطلقها السوداني قبل توليه المنصب، ونتج عنها تراجعا في الاقتصاد والأمن وسيادة وحقوق إنسان العراق. وأشار إلى أن الحكومة خلال 100 يوم الأولى قدمت مصالح مناصريها على مصالح العامة. بعد مرور أسابيع اتضح أن مساندي رئيس الحكومة الرئيسيين زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري غير مهتمين بإقامة انتخابات مبكرة، وأنهما مصران على البقاء في السلطة والإبقاء على الحكومة الحالية لدورة 4 سنوات كاملة. ولفت إلى أن الحكومة استمرت على نهج الإضرار بالاقتصاد كما هو معتاد بالاعتماد على عوائد النفط بشكل قياسي، مولدة خلال الأشهر الأخيرة شبكات محسوبية ثابتة نتج عنها قطاع عام مترهل ومتضخم أكثر. وأردف التقرير أن الحكومة الجديدة بدلاً من ذلك تخطط لزيادة الإنفاق المستمر على مرتبات القطاع العام لعام 2023 بمقدار 20 تريليون دينار، أي بمقدار 13 ملياراً و71 مليون دولار إضافية. وأكد أن الأموال ستستخدم لتعيين 66,000 خريج جديد ووضع 360,000 عامل مؤقت آخر في سلم الرواتب.
نشرت مجلة إيكونوميست تقريرا مطولا أعدته ويندل ستيفنسون، قالت فيه بأن الآباء في لبنان يتركون أبنائهم في مراكز الأيتام، فالوضع صعب جدا نظرا لعدم قدرتهم على دفع أجرة الحافلة. وبدأت الكاتبة بالحديث مع حسين قصار الذي يعيش مع زوجته في بلدة صغيرة مكونة من 15 عائلة في شمال لبنان، وقال إن أهل القرية كان يعتبرونه غني البلد، حيث بنى بيتا وساعد والده وإخوته، ولكنه يحتاج المساعدة اليوم. حسب البنك الدولي فالناتج المحلي العام للفرد في لبنان انخفض من 7700 دولار عام 2010 إلى 4100 دولار في عام 2021، ولم تعد الدولة قادرة على العمل ولا تستطيع توفير المياه الصحية والطاقة الكهربائية، وتعاني مستشفيات الدولة من نقص الأدوية والطواقم الطبية من أطباء وممرضين، والذين غادروا البلاد بأعداد كبيرة، وأنفق اللبنانيون ما لديهم من أموال وباعوا الأشياء الثمينة، ولا يستطيعون الآن الاعتماد على مساعدة العائلة والأصدقاء، ويزوج الآباء بناتهم قبل البلوغ في سن 13 إلى 14 عاماً للتخلص من فم بحاجة للطعام، في وقت زادت فيه معدلات الطلاق، وهناك نساء تركن أزواجهن العاطلين عن العمل وعدن للعيش مع عائلاتهن، وهناك الكثير من العائلات التي تغامر بعبور البحر المتوسط إلى أوروبا، وكأن كل هذه المشاكل ليست كافية، فقد انتشرت الكوليرا في المنطقة، وفي الأسبوع الذي زارت فيه الكاتبة الميتم سجلت مئات الحالات التي أدخلت المستشفى. تحت عنوان إيران تصدعات حدودية، كتب مصطفى فحص مقالا نشرته صحيفة الشرق الأوسط، جاء فيه: من جديد عادت السردية الإيرانية إلى اتهام المعارضة الكردية بالتواطؤ مع أعداء إيران والتآمر ضد النظام، حيث اتهمت وسائل إعلام حكومية اتهمت المعارضة في كردستان العراق بالتورط في إدخال المعدات المستخدمة في هجوم أصفهان، وذلك بأمر من جهاز أمني خارجي في المقلب الآخر من الحدود المتصدعة. فقد سبق هجوم أصفهان بساعات اعتداء مسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، والذي أدى إلى مقتل مسؤول أمني في السفارة وجرح 2 آخرين. ويضيف الكاتب: تزداد تصدعات النظام الحدودية والتي ستترك تداعيات داخلية وتفتح المجال لتأثيرات خارجية، فالنظام الذي يعلم من يقف خلف هجوم أصفهان وهجمات أخرى خطيرة لم يقم بأي إجراء عسكري ضده، وهو منذ سنوات يحتفظ بحق الرد. موقف الإعلام الرسمي الإيراني فيه تأكيد شبه رسمي بأن المسيرات التي نفذت الهجمات ضد منشآت عسكرية في مدينة أصفهان ليلة السبت الفائت انطلقت من داخل إيران ولم تأتي من خارج الحدود، ما يعني وفقا لهذا التصريح أن الأجهزة الأمنية الخارجية المتورطة في الهجوم باتت تملك قدرة كبيرة على الحركة في الداخل الإيراني، وهي تصل بسهولة إلى أهدافها، وهذا يكشف حجم الاختراقات الاستخباراتية داخل إيران من جهة، ومن جهة أخرى يكشف عن عجز الأجهزة الأمنية الإيرانية في محاربتها. بالعودة إلى الاتهام، فإن الخاصرة الكردية المعارضة المتصلة بكردستان العراق تشكل مخرجاً يخفف من حرج النظام الإيراني وأجهزته الأمنية في الرد مباشرة على المنفذين الفعليين للهجوم، كما إن اتهام المعارضة الكردية باستخدام الأراضي العراقية كردستان العراق يعفي إيران من اتهام أي دولة أخرى محاذية لحدودها غير العراق بالتواطؤ ضدها، لأنه سيحملها أعباء سياسية واقتصادية وأمنية مكلفة. حذر كاتب صحفي ألماني من خروج الحرب الروسية في أوكرانيا عن السيطرة وامتدادها غربا نحو أوروبا، مقللا في الوقت نفسه من أهمية الدعم الغربي المقدم إلى الجيش الأوكراني لا سيما الدبابات.
ومؤكدا بأنها لن تغير المعادلة. واستدعى روجر بويز في مقال نشرته صحيفة التايمز فصولا وأحداثا مهمة من حقبة الحرب الباردة، قائلا بأن الكابوس الأكبر خلال الحرب الباردة كان ألا تسحق جيوش الدبابات الروسية العملاقة جيرانها المباشرين فحسب، بل أن تكتسح أيضا سهولة شمال ألمانيا وتخنق المدن الغربية مثل هامبورغ، مما أربك كل حساباتنا حول سلم تصعيد حذر. وأضاف أن نسخة جديدة من هذا الكابوس تلوح في الأفق متسائلا، هل ستخرج الحرب عن نطاق السيطرة؟ إن الحقيقة هي أنه حتى إذا أوفى الغرب بوعده بتزويد ما مجموعه 200 دبابة أو أكثر بحلول الربيع، فستظل أوكرانيا هي الأضعف ولن تتغير قواعد اللعبة، إلا إذا كنت تؤمن بالمفعول السحري، أي إن التكنولوجيا الفائقة والدقة والقوة النارية لدبابات أبرامز وليوبارد وتشالنجر لن يكون لها مفعول سحري ولن تحطم الروح المعنوية الروسية في خط المواجهة. قال روجر: إذا بقي بوتين لاعباً عقلانياً فإن تصعيده لن يشمل استخدام أسلحة نووية تكتيكية، فقد يؤدي ذلك إلى المخاطرة بتحطيم اتفاقه مع الصين، وسيؤدي إلى تبديل دعم أو تسامح دول عدم الانحياز مثل الهند. الحرب إذا تعثرت فإنها تتحول إلى صراع يستمر لبقية العقد ويؤدي إلى بلقنة أجزاء كاملة من وسط أوروبا مع تصعيد غير نووي لا هوادة فيه وخطير بشكل متزايد، يدفع المستثمرين إلى الخروج من القارة ويترك الناتو مرتبكاً ومنهكاً بدلاً من إعادة تنشيطه. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أهلا بكم من جديد، والآن نتابع وإياكم الكاريكاتور. أقيم المهرجان الدولي العاشر للجواد العربي في الكويت بمشاركة 298 جوادا من دول عدة، وشهد تنظيم مسابقة أجمل جواد عربي، فيما أبدى كثير من الكويتيين اهتماما كبيرا بالمهرجان. يعاني ملايين الأطفال حول العالم من سوء التغذية، والذي يتسبب في وفاة الآلاف منهم شهريا ويخلف تداعيات صحية مزمنة على عدة ملايين آخرين. وبينما يسعى العالم للقضاء على الجوع منذ عقود، لا تزال المجاعات قائمة في العديد من الدول،
وتتفاقم مع تزايد النزاعات وموجات الجفاف وانخفاض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة الأممية الفاو في يناير كانون الثاني للشهر العاشر على التوالي. وأظهر المؤشر انخفاض أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر، بينما ظلت أسعار الحبوب واللحوم مستقرة إلى حد كبير. لكن يبدو أن ذلك الانخفاض لا ينعكس على أسعار الغذاء التي تواصل الارتفاع. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. رايبرد دبابة ألمانية الصنع تنتج شركة الدفاع الألمانية بمدفع عيار 120 مليمتر بإمكانه إصابة الأهداف على مسافة تصل إلى 5 كيلومترات. وتتميز الدبابة بحماية طاقمها من خطر العبوات الناسفة والألغام والنيران المضادة للدبابات. دخلت إلى الخدمة عام 1979، ويوجد منها اليوم ما يقرب من 3500 دبابة، شارك بعضها في حروب عديدة، وتستخدمها حالياً 13 دولة بواقع 2000 دبابة في دول الاتحاد الأوروبي وحدها، وفقاً لصحيفة The Guardian البريطانية. ويتميز طرازها الجديد بقدرة كبيرة على المناورة، إضافة إلى خاصية التصوير الحراري والرؤية الليلية ومستشعرات الاستطلاع الإلكترونية بحسب موقع كراوس مافي ويغمان العسكري. تردد ألماني وخشية روسية. ألمانيا التي لم تتعافى بعد من تبعات الحرب العالمية الثانية لا تريد التمرغ بالوحل الأوكراني، كما أنها لا ترغب بدخول المستنقع بدبابتها ليبورد 2 منفردة قبل أن تسبقها إلى هناك دبابات أبرامز الأمريكية وتشالنجر 2 البريطانية ولوكير الفرنسية. الأمر الآخر أن ألمانيا هي الأضعف أوروبياً بمجال التعبئة العسكرية، علاوة على الخشية من ردود الأفعال الروسية، ولا سيما بعد تحذير الكريملين من أن تسليم أوكرانيا أسلحة قادرة على استهداف العمق الروسي سيؤدي إلى تصعيد خطير. أما عن أسباب الاهتمام الأوكراني والخشية الروسية فيلخصها تقرير مجلة The National Interest، وقد صنف ليبرد 2 الألمانية بأقوى دبابة في العالم أسوة بدبابات أرماتا أو T-14 الروسية وأبرامز الأمريكية. الهجوم والدفاع. واحدة من الأسباب الكامنة وراء التردد الألماني هو ذلك الحد الفاصل بين مفهومي الدعم الدفاعي والدعم الهجومي. فأجهزة الاتصالات والذخائر والأسلحة الخفيفة والدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدروع كلها معدات وأسلحة دفاعية، بخلاف دبابة ليبرد 2 التي تعد من الأسلحة الهجومية أسوة بالطائرات والصواريخ العابرة والمدفعية. وبالتالي فإن ألمانيا تخشى من تحول الحرب من حالة الدفاع على أوكرانيا إلى حالة الهجوم داخل العمق الروسي، وبما يمثل أعلان حرب صارخ سيدفع الألمان ثمنه غالياً، وبالأخص مع تلكؤ حلفائها عن إرسال دباباتهم بذريعة التكلفة الباهظة وبعد المسافة. شكراً لكم وإلى اللقاء بإذن الله.